عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. مع الرقية الشرعية وبرنامج إرق نفسك، أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بحفظه من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ صالح سعد. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. مرحبا شيخ، ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. متعكم الله بالصحة والعافية. اللهم امين واياك والمسلمين اجمعين. الله يحفظك شيخنا. اللهم امين ونفعنا الله بعلمكم. الله يحفظك ويرفع قدرك شيخنا. في اللقاء اللهم امين واياك سيدنا. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء سوف نستقبل اتصالاتكم باذن الله تعالى والتجارب اللي مرت ببعضنا مع السحر والمس. ربنا يعافينا، البعض عنده تجربة مر بيها وربنا عافاه وشفاه، فيا رب يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى ويكفينا واياكم شر المس والسحر والحسد والعين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم أمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب، يعني بعض الناس ما بيعرفوش يفرقوا بين السحر والمس، فهل هما واحد أم بينهما فروق؟ نعم شيخنا الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك ويرفع قدرك. طبعا هناك فرق بين السحر وبين المس. السحر يقول العلماء أنه عبارة عن كلام وطلاسم وتعويذات يقرأها الساحر على أثر من أثر المسحور أو على شيء منه بهدف التأثير على بدن المسحور. يبقى السحر هو كلام أو تعويذات أو طلاسم يقولها الساحر على أثر من أثر المسحور، سواء بقى أخذ اسمه تاريخ ميلاده. دي علامة من علامات أن الإنسان إزاي يفرق بين الراقي الشرعي أو بين المعالج الشرعي وبين الساحر أو الدجال أو المشعوذ اللي بيقول عليه الأطر يعني. أطر يعني حاجة من ملابسه يعني، أو حاجة عرقوا فيها كما يقولون يعني. طب في ناس بتعمل والعياذ بالله العمل بالصورة. نعم، هو بياخد الصورة، نسأل الله العفو والعافية، ويكتب عليها الطلسم ويكتب السلام. عليها مثلا طلسم بالمرض والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أو طلسم بعدم الزواج، نسأل الله العفو والعافية. إذن السحر كلام وتعويذات وطلاسم يقولها الساحر على الأثر، سواء كان صورة أو أطر من أطره. طب لو مفيش أطر، هو بيستخدم الاسم، بيذكر الاسم، وأحيانا يلجأ والعياذ بالله لبعض ملوك الجن عشان يؤذوا هذا الشخص المراد سحره. الأسحار تؤثر بقدر الله، قد يكون السحر على القلب بكراهية الزوج، أو قد يكون السحر على القلب بكراهية الزوجة، وقد يكون السحر بالمرض والعياذ بالله. أحيانا تأتي حالات بأمراض قلب والعياذ بالله، أحيانا تأتي أمراض السحر تسبب في مرض النزيف على سبيل المثال، في إسقاط الأجنة أحيانا بقدر الله عز وجل. يبقى السحر طلسم معين بيكتبه الساحر يراد به أذى المسحور، والسحر هذا لا يؤثر إلا أن قدر الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر يقف على المشيئة، ربنا قدر سبحانه وبحمده أن يقع السحر ويؤثر، يؤثر بقدر الله. إن لم يرد الله عز وجل سبحانه ذلك فلا يؤثر أيا كان نوع السحر. بعض الناس يقول إن السحر بملك من ملوك الجن، بعض الناس يقول إن السحر بالعفاريت والمرض، أيا كان، بلو بإبليس نفسه عليه لعنة الله، وإن لم يقدر سبحانه وبحمده وقع الضرر على المسحور لا يقع بإذن الله عز وجل. أما المس ففيه كلام كثير. المس قد يكون مس داخلي بمعنى دخول الجن الجسد، وقد يكون مس خارجي، ان الخادم السحر مثلا على سبيل المثال قد لا يدخل الجسد، لا يستطيع دخول الجسد احيانا، فيتابع الشخص من الخارج يوسوس. نعم. وحرق قبل الحلقه ذكرت قول الله عز وجل في سيدنا ايوب، واذكر عبدنا ايوب. نعم. الايه بتتكلم عن المس هنا، المس الخارجي بنصب وعذاب. النصب يقول اهل التفسير هو الحزن الذي اصاب سيدنا أيوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى الحزن هو النصب. العذاب بقدر الله هو الفقر، لأن سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقد ماله وفقد أولاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى المس قد يكون خارجي، قد يكون خارجي، إنما السحر هو جان موكل بعمل معين من قبل الساحر لأذى المسحور، سواء زي ما قلت لحضرتك كان بالمرض والعياذ بالله، بالتفريق، بالصد عن الزواج، بعدم الإنجاب. نسأل الله الستر والعافية. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يكفينا شر هؤلاء وهؤلاء. آمين آمين. ونتحصن. كان اللقاء الماضي مع فضيلتكم وفضيلة الشيخ صالح إن إحنا كنا بنتكلم عن التحصينات من السحر والسحرة. نعم. والإنسان دايما يبقى مع أذكار الصباح وأذكار المساء وسورة البقرة وآية الكرسي
والمعوذات والإخلاص وأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم. يبقى دايما في ذكر دائم مع الله عز وجل، ده حصنه الحصين. بعض الناس يا شيخنا لما يذهب له الجن يرجع إلى السحر ولا أستطيع. يعني بعض مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا لما كانوا يتكلموا في هذا الأمر، كان الساحر يفعل السحر ويرسل خادم السحر إلى شخص معين، الجن أحيانا لا يستطيع أن أدخل الجسد. يعني على سبيل المثال مثلا إنسان صلى الفجر وقرأ أذكار الصباح وقرأ ورده من القرآن، لا يستطيع الجن أن يدخل بقدر الله عز وجل. فكلما كان الإنسان يحافظ على التحصينات من الصلوات والسنن وقراءة القرآن بفضل الله لا يستطيع الجن أن يدخل الجسد بفضله، وإن دخل بقدر الله عز وجل ليس له أثر. يعني بعض الناس عنده سحر واثنين وثلاثة ولا يؤثر فيه بقدر الله، لأنه محصن. بفضل الله محصن. وفي نقطة تانية يا شيخنا مع التحصين الإرادة. طب ده موضوع مهم جدا، الإرادة مهمة جدا، الإرادة، ولكن معايا اتصال. اتفضل يا شيخ. ونرجع لموضوع الإرادة وربنا يقوي إيماننا. آمين. آمين يا رب العالمين. أستاذة أميرة من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ الشيخ يسمعك، تفضلي يا أستاذة أميرة، تفضلي. إيه موضوعك وتجربتك؟ تفضلي. بعد ما حضرتك فضيلة الشيخ رحت لأحد الرقاة وكده يعني، وخدتني واسمه والدتي وقال لي أنت عندك مس من تحت الأرض. قال لي عندك أختي عاملة لك عكس، فأنا مش عارفة يعني أختي عاملة لي عكس. وما قراش علي القرآن ولا أي حاجة خالص، وقال لي أنت عندك حاسد. تمام. ممكن نسأل الأخت حاجة؟ طب اتفضل يا شيخنا، شيخ هيسألك، اتفضل. أستاذة أمير ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك، في عندك أعراض زي مثلا كثرة الصداع، خنقة الصدر، ألم في الظهر، حضرتك بتشوفي كوابيس، بتشوفي أحلام، بتشوفي خيالات؟ أول ما أجي أصلي بحس بخنقة وأقعد أتوب كتير ومش ببقى كمان قادر آخد نفسي، ولما أجي أسمع الركية بحس إن صوابعي بتبدأ تتحرك لوحدها. نعم، طيب في وساوس عن الله عز وجل سبحانه وبحمده؟ عن ربنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن، لا تصلي، لا تقرأ القرآن، ما تقوليش أذكارك؟ لا لا لا، الحمد لله أنا محافظة على الصلاة، الحمد لله محافظة على الصلاة والأذكار، بس الأعراض دي معايا. حتى الشيخ اللي أنا رحت له ما قراش علي رقية ولا أي حاجة. عايز تعرف هو ده شيخ ولا مش عاوز ودجال؟ لا، هو طبعا طالما لم يقرأ على حضرتك وذكر اسم وسألك على اسمك واسم والدتك، ده في الغالب ساحر والعياذ بالله، نسأل الله أن يغفر لنا وله. ده مش شيخ ده؟ لا مش شيخ طبعا، طالما لا خالص، فما تسمعش كلامه، لا بيتعامل مع الجن، لا تذهب اصلا يا شيخنا. هو الاصل الانسان يرقي نفسه، احنا برنامجنا اسمه ارقي نفسه، ارقي نفسه. الاصل الاخت امير ربنا يحفظها ويبارك فيها وغيرها من المسلمات تحافظ على الاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم والصلوات فوقتها. شيخنا الصلوات حصن حصين، الله اكبر، الصلوات فقط الانسان حافظ. يعني افتكر احد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان اتى الينا رجل يشتكي من سحر انه لا يصلي ولا يتحرك. فالشيخ الاخ قاعد يتحدث كثيرا جدا عن الاعراض، فالشيخ قال له جمله واحده، قال له حفاظك على الصلوات الخمس في جماعة يبطل السحر. الله أكبر. نعم، سبحان الله، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة الواحد منا. نعم، يبطل السحر. يبطل السحر بإذن الله. بإذن الله يبطل السحر. هو محصن. نعم، بفضل الله. بفضل الله عجل. فالذهاب لمثل هؤلاء شيخنا يعني ضرره أكثر من نفعه بمراحل. وبيبقى في قدح وطعن في التوحيد. أحسنت شيخ. إن الإنسان أحسنت. لما يذهب إلى السحرة وإلى الدجالين والمشعوذين. أحسنت شيخ. ده بينفي عنه صفة الإيمان يعني. شيخنا معلش رفقكم بالناس. ربنا يحفظك ويجزاك خير ويبارك في حضرتك. هو ذهب، هو لم يعلم. ما هي الأخت ما تعرفش. هي ما تعرفش. هي الأخت ما تعرفش. لكن إحنا بنقول على بيذهب متعمد. الكلام ده اللي بيبقى فاهم. طبعًا. وعارف إن ده ساحر ودجال ومشعوذ. وبعض الأسحار شيخنا ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك بالشرك، يعني بعض الأسحار بتتم بالذبح لغير الله، بيذبح بأسماء الجن. يعني لما يكون إنسان رايح نسأل السلامة، رايح لفكره شيخ، نعم، وظن فيه الصلاح، نعم، ربنا يصلح الجميع. نعم. الأول ما يقول له اسم الأم اسم كذا يقول له السلام عليكم، أنت كده مش شيخ. جزاك الله خير. يبقى مع حسن الظن. لا جزا الله خير. باخينا هو كان رايح على إنه هيعالجه، لأن الأخت بتقول إنه لم يقرأ عليها القرآن. لا، وقال لها أنت محسودة وعندك لمسة الأرض، هو لم يسأل في أعراضها. فده ما تروحلوش تاني. لا خالص شيخ. وتحصن نفسها بالصلاة والذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم شيخنا الكريم. احنا اتكلمنا عن المسألة دي، وبرضو بعض التجارب حضرتك عندك تجارب انت اخبرتني بها قبل الحلقة وكثيرا، يا ريت نسمع يعني لحد ما يجينا اتصال ان شاء الله تعالى. شيخ والله شيخنا الحالات كثيرة جدا اللي ربنا من عليها بالشفاء سبحان الله. في ناس كتير بتذهب الى الصحراء والدجالين ويلف في دايرة مغلقة. يعني كل ساحر من دول او دجال بيفتيه فتوى غريبة جدا، ده يقول له انت مسحور، ده يقول له انت ممسوس. وزي ما الاخت بتقول لمسة ارضية، مش حاسس لمسة ارضية. يعني ايه لمسة ارضية؟ مفيش حاجة اسمها لمسة ارضية اصلا.
يعني بعض الناس انت مسحور، طب سحري ايه؟ لا انت مسحور. طب مسحور بايه؟ طيب طب ايه الاعراض اللي عندي؟ يعني يعني قدرا شيخنا شيء بشيء يذكر. نعم. السبب الرئيسي في ان انا اطرق هذا الباب، باب الرقيه، كنت في ايام الجامعه ذهبت الى احد الرقاة اللي هو برضو زي الاخت ما كانت رايحه كده مش فاهمه اسم الام واسم لا انا إيه؟ هو ما قالش كده خالص. هو الاخ يعني ايه قعدت اتكلم معاه الاول، الاخ اللي هو كان بيدخل الحالات لفضيله الشيخ، اصلا يغفر لنا ولا يصلح لنا، مغني حاليا يا شيخ مغني اللي كان بيرقي الناس، اصلا يغفر لنا ولا مغني بيغني دلوقتي، اصلا الله يتوب علينا وعليه نعيله بالهدايه، ربنا يغفر لنا ولا اللهم امين يا رب. فقدر لما دخلت على فضيله الشيخ قعد الاخ على الكرسي وطلع الغطره من الدرج تقريبا وحط الغطره على الغطره الشد الابيض اللي بنزوه مشايخنا، ووضع الغطره على رقبه الاخ، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، الله اكبر. وقع الاخ مشين عليه، قلت له شيخنا في ايه؟ قال لي لا ده عنده جنيه عاشقه. قلت له جنيه عاشقه؟ قال لي اه. قلت له حضرتك عرفت مني؟ قال لي دي ماتت خلاص. قلت له شيخنا ماتت ازاي يا شيخ؟ حضرتك الاخ اللي كان هيموت، اسال الله ان يحفظه يا رب، اسال الله ان يحفظه ويبارك فيه هذا الاخ، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فاللي هو لما خنق طبعا الاخ يقين انه يقع على الارض، هو اللي هو اللي هيبدا تعب، هو خنق هو نعم خنق الاخ خنقش جن. فبقول له يا شيخنا طب حضرتك ما سالتوش في اعراض، ده انت حضرتك ما سالتوش بيصلي ولا ما بيصليش، بيقول اذكار ولا لا. فالاخ طبعا دخلت كان سمته يا شيخنا سمت دين، لحيه وجاب قصير و و و طب شيخنا سالت في اعراض؟ لا. طبعا الاخ لما عدى نتناقش بدا يثور عليا وقال لي شوف الناس اللي جايه بره دي بتيجي بتجيب الحالات الصعبه و و و فهو النوعيه دي من الناس يا شيخنا بتغش الناس، وطبعا معاه جن يستعين بالجن. ولما عاد نتناقش في المساله لا شايف ان الاستعانه بالجن تجوز، طبعا ده هذا الكلام غير حقيقي، نسال الله السلامه. من هنا حضرتك بدات بقى طريق الطلب الشرعي في الرقيه الشرعيه من الكتاب والسنه. نعم. بالفهم الصحيح، واحسبك الله حسيبك ولا ازكيك على الله على خير، ويعني التمس فيك الخير فضل الشيخ صالح اسم على مسمى باذن الله تعالى، ربنا يرفع قدرك ويكتب على يديك الخيرات، اللهم امين يا رب العالمين. احيانا شيخنا الكريم الانسان بيبقى يعني نسال الله العفو والعافيه عنده وساوس وهو مش مسحور ولا ممسوس، ولكن بتبقى حالات اضطرابات نفسيه. يعني هل كل الاعراض واحده عند هذا وذاك، ولا اي حد في بعض الناس يعني عنده غلو يقول له ده اضطراب نفسي وهو ممسوس او مسحور، او العكس نعرف نفرق بين اللي عنده اضطراب نفسي والممسوس او مسحور ازاي، او هو يعرف يفرق بينهم ازاي؟ الله يكرمك يا شيخ احمد، ربنا يبارك في حضرتك. طبعا اهل التخصص في هذه المساله هم اهل الطب النفسي. في بعض الكورسات اللي كنت بحضرها في المجال النفسي كنت باخد احد الكورسات زي كورس الاكتئاب مثلا، فلما الدكتور جزاه الله خيرا بدا يعرض لي اعراض الاكتئاب، فانظر في الاعراض هي اللي عندنا نفس الاعراض. يعني كثره الصداع، العزله، مش عايز يقعد مع حد، على طول مكتئب، على طول حزين، مش اجتماعي، بقى انطوائي، التفكير في الانتحار احيانا، واحيانا بعض حالات الاكتئاب يبدا ينفذ فعلا موضوع فكره الانتحار، وده بيحصل احيانا في الرقيه. يعني انا افتكر زمان كانت تيجي بعض الحالات قديما، كنت بشتغل عندي في منزلي في الرقيه قديما، فكان بعض الاخوه والاخوات انا هرمي نفسي من البلكونه، فخلاص اتركه ارمي نفسك من البلكونه. تخيل حضرتك الاخت تجري لحد البلكونه وترجع تاني، تبري من نفسك. بعض علماء النفس ربنا يحفظهم فيهم في علاج الامراض النفسيه عندهم حاجه اسمها العلاج بالصدمه. بس في ناس بتعمل بتنتحر. لا لا يا شيخنا هذا لا يحدث، يعني قد لم يحدث هذا، هو بينتحر ولا حاجه بقدر الله. هو لو الحاله النفسيه احنا بنتكلم دلوقتي في حته ان هو الجزء النفسي والجزء اللي هو يخص مساله الجن، التشابه كبير. يعني بعض الرقاه لما تيجي حضرتك تقول له في اعراض ثابته للعين والحسد والمس والسحر يقول لحضرتك اه، طيب بعض الاخصائيين النفسيين يقول لحضرتك ان الامراض النفسيه وجهان لعمله واحده. وجهان يعني ايه وجهان لعمله واحده يا شيخنا؟ يعني في اعراض في الاكتئاب هي في الوسوسه هي في الوسواس القهري مثلا، هي اضطرابات الشخصيه العشر انواع في اضطرابات الشخصيه، في حاجات متشابهه الشخصيه الحديه والشخصيه النرجسيه، في حاجات متشابهه. عندنا في الرقيه نفس الامر، يعني المسحور والممسوس والمعيون يشعر بصداع شديد جدا، قد يختلف صداع امامي او صداع خلفي حسب السحر، نسال الله العفو والعافيه. معظم الحالات ديت معيون، محسود، مسحور، خانقه على الستر، والخانقه على الستر مشهوره جدا في العين والحسد وفي السحر ايضا، ففي تشابه كبير. لكن في اعراض معينه هي اللي بتخلي الاخصائي النفسي يقول هل ده اكتئاب، هل ده هلع، هل ده فصام، هل ده وسواس قهري. عندنا في نفس الامر برضو في الرقيه، يعني انا كتير كنت بدخل احيانا مستشفيات امراض نفسيه نعمل رقيه. افتكر في حاله من الحالات في احد المستشفيات بعض ما عملنا رقيه واتنين للاخ،
فرحت ازور الاخ، لقيت الاخ المسؤول عن مجموعه من الاخوه، بيقول لي الاخ بيقيم الليل بالبقره. طب هنواصل مساله الاخ وقيام الليل، اسال الله القبول. استاذ فضل. محمد من سوهاج، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا استاذ محمد، تفضل. ممكن اسال الشيخ بالسؤال؟ اتفضل يا فندم، الشيخ سامعك، اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. انا كل ما اصلي يحصل لي صداع وما اقدرش اصلي. يعني انت ما بتصليش دلوقتي يا عم محمد؟ لا صراحه قطعت الصلاه. ربنا يصلح لنا وحالنا. اصلي يحصل لي صداع نصفي. ربنا يعفو عنا وعنك. اكمل في الصلاه. طب وايه كمان يا عم محمد؟ نعم؟ ايه كمان غير الصداع يعني؟ تحصل لي زي ما تقول كتمه نفس. زي صدري كده، زي كتمه نفس كده. في الم في الغضروف يا حاج محمد؟ نعم. في الم في الغضروف؟ تعب في الظهر؟ لا. في عندك قولون عصبي؟ عندي اللي هو الصداع وكتمه النفس فقط يعني. وقاطع صلاة، لأنه كل ما بيجي يصلي بيحس، فهو مسلم ومبطل صلاة. كل ما يصلي صداع وكتمة النفس. ربنا يغفر لك يا حاج محمد، ربنا يحفظه ويبارك فيك يا حاج محمد. الله امين، الله امين. ربنا يعفو عنه وعنك. قبل ما نجاوب في أمان الله يا أستاذ محمد، ربنا يعفو عنه وعنك وتصلي إن شاء الله، شيخنا هينصحك لله إن شاء الله. الأخ كان في أمان الله حبيبي، مع السلامة. كان بيقيم الليل. نعم، بالبقرة. البقرة وخرج من المستشفى بفضل الله عز وجل. ربنا اكرمه، ربنا يعفو عنه. فضل سورة البقرة بفضل الله. اخونا محمد من سوهاج، يعني نسال الله العافية، صداع وكتمة نفس وهو ما بطل صلاة. الغريب يا شيخنا ان بعض الناس، اسال الله ان يغفر لنا له ويصلح لنا. امين يا رب العالمين. الصلاة لا تطرق ابدا ابدا ابدا. قال صلى الله عليه وسلم اول ما يسال عن العبد يوم القيامة الصلاة. طب هو ليه احنا فاكرين ان الجن بيصدنا عن الصلاة وما بيصدنيش عن الاكل؟ ليه الصلاة تحديدا؟ الجن احيانا يوسوس، انما يصد مسلم عن صلاه لا، ده امر استحاله. ان انا حتى لو محسود، حتى لو محسود يا شيخ ما يمنعوش من الصلاه. لا لا يمنعوش. يقول لك انا بصلي وجسمي تعب، لا يمنعوش بصداع بكتمه نفس. شيخنا يقاوم. اما كنا لسه بنتكلم مع حضرتك في مساله الاراده. صحيح. يعني بعض الناس بياخذ بالاسباب وما عندوش اراده، يعني بيقرا البقره وما فيش اراده، ما فيش عزيمه، ما فيش همه، ما فيش حسن ظن في الله عز وجل، ما فيش توكل على الله عز وجل. هو اصل التوكل ان انا اخذ بالاسباب لكن لا ارى السبب. يعني ياخذ بالاسباب لكن لا يرى السبب. القلب متعلق برب بالله. الاسباب، لان الله سبحانه وحمده هو الذي يخلق الاسباب ويرتبها بالطريقه لتوصل احدنا الى هدفه. يعني يروح للشيخ او يلقي نفسه، بس هو عارف ان نفسه. الشافي الاصل انه نعم. الانسان يلقي نفسه. نعم. لكن لو ذهب الى شيخ ظنه وعقدته توحيده ان الله هو الشافي. نعم سبحانه وحمده. واذا مرضت فهو يشفيه. نعم. فما يروحش يقول بقى انا اصل الشيخ، لا هو انا ربنا بيشفيني. نعم. والشيخ ده سبب. نعم. في مساله الصلاه الاخ الذي لا يصلي، اسال الله ان يغفر لناه. موضوع الصلاه تحديدا، الجن لا يستطيع البعد عن الصلاه، واحد اسباب دخول الجن الجسد قد يكون البعد عن الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم ايما ثلاثه في قريه لم يرفع بينهم الاذان فاعلم ان بينهم شيطان. الذي لا يصلي يقينا معه شيطان. اذا الصلاه لوحدها بفضل الله بتصد الشيطان عن الانسان، بتبعده، بتضعفه. كما يقول العلماء ان الشيطان المؤمن هزيل ضعيف لا يقدر حتى على الوسوسه. فالاصل الانسان يصلي اولا. يعني لما يجي لي حد يقول لا اصلي، طب حضرتك جاي ليه؟ هو بيقول لي انا ما بصليش. طب حضرتك جاي يعني حضرتك لا تركع ولا تسجد لله عز وجل ولا تتضرع الا عز وجل بالدعاء. لو قرات عليه عشرات السنين وهو لا يصلي، انا صراحه أنا شفنا انا لا اتعامل مع احد لا يصلي. لازم يصلي. لا يصلي، يلجا الى الله اولا. صحيح. انا كده اعلمه الاتكال على الاشخاص يعني. صحيح. يبقى عنده يعني يغير سلوكياته الخاطئه. نعم. يرجع لربنا كل واحد منا، يحافظ على الصلاه الخمس. هذه البدايه. هي دي البداية. هي البداية مع الصبر والثقة في الله. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى يبدأ سبحان الله كما قال عليك البداية وعلينا التمام، قولوا التدبير هلك فوض الأمر إلينا تجد الأولى بك من فهو فوض الأمر الله عز وجل. سبحان الله، ربنا يعينه ويثبته بإذن الله. أصلا يصلح لنا وحاله ويغفر لنا. اللهم أمين يا رب العالمين. عشان أخونا المخرج بيقول لي فاضل خمس دقائق من دقيقة يعني، فعايزين يعني نجمل كده سريعا حالة أو حالتين كمان من اللي ربنا أكرمهم على إيد حضرتك، أو حضرتك يعني كنت سببا او شفت ده بعينك. الله نعم. يحفظ شيخنا. والله بعض الاخوات كانت قطر ليا قديما، اخت كانت عايشه فتره في امريكا وفتره في الكويت، وكان كلما ذهبت الى طبيب كان عندها مشكله في الرحم، واقر الاطباء في امريكا وفي الكويت وفي مصر استئصال الرحم. سلم يا رب. سبحان الله. وبعض الاخوات تستاصل الرحم وبقدر الله لا تشفى، وبعضهن لا تستاصل وربنا قدر الشفاء. نعم. سبحان الله. فأنا أنصح أي إنسان عنده مشكلة أن يلجأ إلى الله عز وجل أولا. ما في مانع يذهب إلى الطبيب. هذه الأخت شفيت بفضل الله عز وجل ثم
بالرقية وبقراءة سورة البقرة وبالحجامة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما تدويتم به الحجامة، خير ما تدويتم به الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحجامة مفيدة جدا في بعض الأمراض ويعالج للسحر والحسد والمس، تساعد في ذلك، تساعد في ذلك. لكن سنة النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. هذه الأخت شوفت بقدر الله، يعني هي الأخت قالت لي جملة، إن هي لما ذهبت للطبيبة التي كانت تمارس معها أو تذهب إليها قالت لا هذا الرحم رحم امرأة أخرى. هي الأخت مش مصدقة إن بفضل الله تم الشفاء، يعني العله ما بقتش موجوده، ما بقتش المرض موجودة، مش موجود بفضل الله عز وجل، بفضل وده ما يتعرضش بانها تذهب الى الطبيعه. راحت للدكتور وعملت تحاليل وكشفت وفحوصات، ما في منع يا شيخنا اذهب الاخت تذهب للطبيب او اخذها للطبيب ويحافظ على الدعاء، يذهب للطبيب ويحافظ على ورده من القران، يذهب للطبيب ويحافظ على الاستغفار، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في اخت ثانيه كانت جالها من فتره، هي الان معلمه عقيده، لسه في اخت بتكلمني بتقول لي الاخت فلانه الاولى على الدفعه في العقيده، اسال الله ان يحفظها ويبارك فيها ويصلحنا وحالها. الحال تبدلت من السحر وتغيرت لمعلمه لما مشيت مع ربنا ومع القران والسنه بفضل الله عز وجل، ربنا اكرمها. نعم. يعني نعم. يعني في ناس عند الابتلاء مع الصبر والاحتساب، نعم، تتغير الحال ويخرج من المحنه بمنحة. بعض الاخوات تقول لي شيخنا انا كنت اظن في اول امر انه ابتلاء، لكن هو فعلا كان منحة من الله عز وجل. أخت تانية كان نفس الأمر، مسحورة بفضل، هي معلمة فقه حاليا، أصلا يحفظها ويحفظ زوجها أولادها، اللهم أمين. فأي إنسان يشخنا يمر بابتلاء يلجأ فيه الله عز وجل يقينا يخرج من هذا الابتلاء بفضله أفضل بكثير، ويتوجه الله عز وجل ويحافظ على صلاته وعلى أذكاره، وإن شاء الله ربنا يحفظ المسلمين أجمعين رب في كل مكان، اللهم أمين يا رب العالمين. هو المفتاح، مفتاح العلاج دايما نلجأ إلى الله عز وجل، إن احنا نلجأ إلى الله عز وجل ونأخذ بالأسباب. نعم. ونتوكل على الله عز وجل ومني أس. نعم. وما ربنا يكرمنا. شيخنا الكريم تنصحنا بإيه في دقيقة؟ الله يحفظ شيخنا، تنصح المسلمين جميعا يعني. الله يحفظ شيخنا ويبارك في حضرتك. في هذا الباب شيخنا، باب الرقية، أنا أنصح ألا يذهب أي إنسان إلى أحد خالص، لا يذهب إلى أحد، يبدأ إلى الله عز وجل بالدعاء. يعني كثير من الناس أول ما يعرف إن عنده مشكلة ممكن يستشير شيخ يثق فيه. شيخنا انا عن مشكلتي في 1 2 3، انا بشتكي من كذا وكذا، الشيخ ينصحه اعمل كذا وكذا وكذا. يعني بعض مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يقول له لما تعمل الكلام ده تجيني تاني، ما تعملش خلاص لا تاتي. طب ليه؟ ما هو خلاص كده هيعتمد على الاخ او على الراقي. حضرتك اقرا كذا وكذا كذا، حافظ على صلواتك، حافظ وبيتابع معاه، يعني الاخ بيتابع معاه، انت صليت النهارده الصلوات في جماعه، قرات سوره البقره، حافظت على اذكارك، وردك من القران. بعض المشايخنا بيدي ورد في الاستغفار، بعض مشايخنا بينصح بقراءه الاخلاص والفلق والناس ساعه مثلا يوميا، والإخلاص والفلق والناس دي حصن حصين، الله ترياق ضد السحر والصحر والناس، الله العفو والعافية. فأي إنسان فينا يلجأ إلى الله عز وجل سواء بالدعاء، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بقيام الليل، بالتقرب إلى الله عز وجل، يقينا يقينا يشفى بإذن الله. ونطلب ابتلاء يا شيخنا، نطلب ابتلاء، هذه فعلا منحة. والشاهد في هذا حديث المرأة السوداء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اصبري ولكن الجنة. الابتلاء في السحر والحسد والمس شيخنا يعني قد يكون حسناته أفضل من الصلاة والأذكار. يعني أنا حسناتي في الصلاة والأذكار لا توصلني إلى هذا العمل، ربنا يقدر لا توصلني إلى مثلا درجة معينة في الجنة. هذه المرأة الصبر كان سبب دخولها الجنة، هي كانت لا تصلي، أكيد أكيد كانت تصلي وتقول أذكار. نعم. لكن هذا الصبر على هذا الابتلاء كان بابها كان الصبر على الداء والمرض. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقت معك مر سريعا، الله يحفظ الشيخ، فضيلة الشيخ صالح سعد، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، الله يحفظك، وأسأل الله أن يزيدك من فضله. مشاهدينا الكرام، مركز القرآن للرقية الشرعية، الأرقام موجودة على الشاشة، يعني أسأل الله أن يعفو عن الجميع. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الخميس إن شاء الله قبل الآن بنصف ساعة تقريبا من الزمان. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.